رغم اكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد الذي شغل العالم عاماً كاملاً وغير سلوكيات البشر، لا يزال يحير الناس بأثاره ومضاعفاته وحتى ارتباطه بأمراض أخرى. بحث جديد بمجلة لانسيت الطبية البريطانية يكشف أن خطر الفيروس يتضاعف لدى مرضى السكري. أطباء وعلماء من دول مثل استراليا والصين وجنوب أفريقيا وأمريكا أكدوا ذلك، كون بلدانهم فيها 217 مليون إصابة بمرض السكري، ما يعادل نصف الحالات في العالم. Relationship between COVID-19 and diabetes is bidirectional. Early reports from China, particularly from Wuhan, informed us that people with diabetes got the disease more often and the outcomes were worse. And that's been replicated across the world in other such studies. أبحاث أخرى اكتشفت حديثاً أن الفيروس يتحور، بمعنى أن البروتين الموجود على سطح الفيروس الذي يمنحه القدرة على التشبث بخلايا الضحايا تغير كثيراً، لذلك يصيب عدداً أكبر من البشر، حسب دراسة بين جامعة نورث كارولينا الأمريكية ومعهد العلوم الطبية في اليابان، التي كشفت أيضاً أن النسخة المعدلة من الفيروس تنتشر منذ مارس الماضي. يبدو أن كورونا له أبعاد نفسية أيضاً ترافق المصابين 3 أشهر بعد شفائهم، الباحثون في جامعة أكسفورد أكدوا ذلك وقالوا إن 18% من الناجين ظهرت عليهم أعراض أمراض نفسية بعد تحليل السجلات الطبية ل 62 ألف شخص أصيبوا بكورونا. وبيّنت الدراسة أيضاً أن المتعافين ظهرت لديهم مشاكل عقلية ونفسية تبدأ من الأرق والاكتئاب والقلق إلى حد الأمراض النفسية الخطيرة.